لو كان موسى حيا لا يسعه عند ربه إلا أن يتبع النبي محمدا. وأنت تتبع من؟ تتبع من؟ الكل يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. لو اتبعت الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم على النهج، يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ في رواية: الجماعة أهل السنة الذين عرفوا السنة واعتقدوها وتمسكوا به، والجماعة الذين اجتمعوا على ذلك للذين صنعوا جماعة، أهل السنة والجماعة، لأنها قيلت من قديم قبل أن تخرج هذه البدع، أهل السنة والجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال الفرقة الناجية: الجماعة. وفي رواية عند الترمذي بإسناد حسن قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليه، نجاتك 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 وخلاصك وفوزك وفلاحك ونجاحك أن تكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف الصحابة الذين ساروا وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أخذ الناس بهذا الحديث وحده لاستقامت الأمور واجتمعت الأمة على قلب رجل واحد. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هل كان الصحابة مختلفين في العقيدة؟ حاشا وكلا. هل اختلف الصحابة في أصول العبادات؟ حاشا وكلا. وإنما كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، هذه هي الثلاثة القرون المفضلة. ولا تحسبن القرن 100 عام كما في عرف الناس، وإنما ذهبت القرون المفضلة بذهاب أتباع التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. ما الذي كانوا عليه؟ كانوا يجمعون الأمة على قلب رجل واحد، ينفرون من أهل البدع ويحاربونهم، ويحسبون ذلك ويحتسبونه عند الله جهادا في سبيل الله.